المرض النفسي يخول العبد باش يكون عنده ابتكار خلينا نقولوا مختلف على العبيد الاخرين. وخلينا نقولوا اللي اصلا الدراسات العلميه دي اثبتت لدرجه الابتكار نتاع العبيد اللي عندهم قلق نفسي اكثر. معناها الاكتئاب يخلي العبد يكتب نصوص ولا يرسم لوحات معناها فيها حاجه مختلفه برشا على اللوحات الفنيه نتاع العبيد الاخرين. نخليو عباد مارجينال وديسوسياليزي يدخلوا ضمن المجتمع بخدمتهم وان بارتاج الخدمه نتاعهم ديجا وكعلاش عملنا نحن ليكسبوزيسيون حاولنا اللي الخدمه نتاعهم عباد صحيح مارجيناليزي وديسوسياليزي مي تالونتيو